مساء الخير متابعينا الأكارم، متابعي قناة اللاعبين السوريين المحترفين وين ما كنتوا عم تشوفونا. كان في فترة غياب الفترة الماضية أكيد عن القناة لعدة أسباب، من نوع من اليأس والأحباط بعد الخروج اللي كان صادم ومفاجئ من الدور الأول لتصفيات كأس العالم. لكن اليوم كنت عم شوف نتيجة منتخب الناشئين بالمباراة الودية أمام أوزبكستان، فبصراحة الخسارة المدوية بخمس أهداف لهدف وسلسلة الخسارات والنتائج السلبية لمنتخب الناشئين خلتني أطلع وأحكي، لأنه بالنسبة لي هي المنتخبات الاهتمام فيها حاليا أهم الاهتمام بمنتخب الرجال أو بالأندية أو بأي شيء تاني. للأسف نحن لهلأ نعتمد بمنتخبات الفئات العمرية على مدربين لفرق الرجال، واللي شايفه حاليا أنه نحن على صعيد الفئات العمرية تخلينا عن خطة واستراتيجية بلش فيها الاتحاد الحالي من لما تم التعاقد مع الهولندي مارك فوتي، اللي كان المفروض يكون مدير فني للفئات العمرية يكون مدرب منتخب الشباب ومعه مدرب لمنتخب الناشئين. بصراحة من لما اتخذنا القرار اللي كان غير صحيح وما له أي أساس بإقالة مارك فوتي دخلنا بمرحلة من الفوضى فيما يخص الفئات العمرية، وبعتقد كلنا عم نشوف نتائج هاي الفوضى من خلال الشيء اللي عم تحققه المنتخبات حاليا. ما بدي احكي موضوع إقالة اتحاد، انه يجي اتحاد جديد، هالتفاصيل كلها ما بتهمني، لانه مين ما راح ومين ما اجا العقلية نفسها راح تكون، لانه اللي بيختاروا الاتحادات هن نفسهم ما تغيروا. يعني حتى انت هلأ عم تقول انه نحن بدنا نقيل الاتحاد الحالي، استقال الاتحاد، طيب مين اللي راح يختار اتحاد قادم؟ ما نفسهم اللي اختاروا هذا الاتحاد راح يختاروا الاتحاد اللي بعده. لهيك بصراحة انا ما عدت يعنيني يعني مين ما راح ومين ما اجى بالنسبة للاتحادات، ما عاد يعنيني هالشي. بيهمني اني انا حاول قدر الامكان احكي اللي عندي لعل وعسى اي شخص يعني يقدر يستفيد من هالشي او ممكن اقدم شي يعني يساعد منتخباتنا الوطنية. بالنسبة لموضوع الفئات العمرية، المطلوب باختصار نحن كله يكون مرتبط ببعضه باستراتيجية واضحة، نشتغل بقى بخطة عمل واضحة مبنية على أسس معينة ونبتعد بقى عن العشوائية بالعمل. المطلوب يكون في مدير فني أجنبي باتحاد كرة القدم، نختار مدرسة معينة، مثلا نحن بدنا نعتمد على المدرسة الإسبانية. المطلوب باختصار نجيب مدير فني إسباني يكون له تجارب جيدة سابقا وتجارب جيدة حديثة أيضا، وهذا المدير الفني بقى يكون هو المسؤول عن تطبيق رؤية الاتحاد الفنية. هذا المدير هو اللي بينسق لاختيار مدربي الفئات العمرية اللي المفروض يكونوا أيضا من نفس المدرسة، سواء كان مدرب الأولمبي، مدرب الشباب، مدرب الناشئين، وحتى مدرب منتخب الرجال، بحيث نحن نشتغل بسلسلة متواصلة لنقدر بالأخير نحقق نتيجة. الفوضى، العشوائية، عدم التنظيم أكيد ما راح يحقق نتيجة، ومدربينا المحليين غير صالحين لتدريب المنتخبات الوطنية حتى يثبت العكس. هي قناعة عندي وبأكد عليها اليوم وبكرة، وحتى لو كان في تجربة غير ناجحة لهكتور كوبر مع منتخب سوريا للرجال، هالشي ما بيعني أني غير قناعتي أنه كرة القدم السورية بحاجة للمدرب الأجنبي. إنجلترا اللي هي مهد كرة القدم صارت عم تفكر باستخدام مدرب أجنبي، إيطاليا، البرازيل، يا جماعة البرازيل بذاتها صارت عم تبحث عن مدرب أجنبي، وظلت عم تتفاوض مع كارلو أنشيلوتي قرابة السنة ونص تقريبا لعل وعسى يجي ويدرب منتخب البرازيل. لهيك المدرب الأجنبي هو الحل بكل تأكيد، لكن لازم يكون اختياره مدروس. المدرب الوطني حاليا خاصة على مستوى الفئات العمرية غير قادر على القيام بالمهمة بالشكل الصحيح،
لأنه الفئات العمرية مختلفة عن فئة الرجال. أنت ما فيك تعتمد نفس المدرب اللي بيدرب الرجال تجيبه وتسلمه منتخب فئات عمرية. في معايير معينة، في دورات تدريبية معينة، في كتير أمور خاصة بالفئات العمرية مختلفة تماما عن موضوع الرجال والتعامل مع فرق الرجال. ونحن بسوريا ما عندنا ولا مدرب متخصص بالفئات العمرية، وحتى مدربين الفئات العمرية بالأندية مع احترامي للجميع طبعا كله قائم أو أغلبيته الساحقة قائم على التنفيعات وعلى العلاقات الشخصية. لهيك عم نشوف أنه خلال السنوات الأخيرة صار في ندرة بالمواهب اللي عم تطلع من سوريا. لهالسبب مثل ما حكيت الحل واضح برأيي الشخصي، مدير فني أجنبي يستلم الإشراف على المنتخبات السورية وبشكل عام بيحط يعني كل الرؤية الفنية للاتحاد بينفذها هذا المدير الفني اللي لازم يكون له تجارب ناجحة، ومن خلال هذا المدير الفني يتم إدارة العمل كله سواء كان من خلال المدربين بالأولمبي بالرجال بالشباب بالناشئين، ويتم وضع أهداف واستراتيجيات معينة وبيتم تقييم فريق العمل على أساس هاي الأهداف وتحقيقها كل سنة بسنتها. إذا ما اشتغلنا هيك، إذا ما اشتغلنا بهالتنظيم، إذا ما ابتعدنا عن الفوضى وعن العشوائية، صدقوني راح نضل بنفس الدائرة، وراح نضل كجمهور عم نعاني دائما من الخيبات ومن الهزائم ومن الخسارات. صدقا يا أخوان، أنا من وقت نهاية مباراة اليابان والخسارة بخماسية لحد هاي اللحظة كل ما بدي أطلع لأحكي بفيديو بشعر بالخجل من الجمهور، لأنه نحن ممكن منحنا الجمهور أمل كتير يعني بالمنتخب، وكتير تأملوا وكتير يعني كانوا شايفين أن المنتخب راح يوصل لمرحلة مهمة، وفجأة أجتهم هاي الصدمة وهذا الخروج المدوي. لهيك ما كنت حابب اني اطلع خلال الفترة الماضية احكي لهي الاسباب، لانه ما في شيء بصراحة يستاهل ينحكى عنه بكرة القدم السورية حاليا. بس لما توصل للمرحلة انه نحن الفئات العمرية صارت بخطر واضح، فالمفروض نطلع ونحكي، لعل وعسى تتصلح الامور، لعل وعسى نشوف مين قادر يصوب البوصلة ويحطها بالاتجاه الصحيح. ننتظر إجراءات حاسمة من اتحاد كرة القدم، من أي شخص معني اتحاد كرة القدم، الاتحاد الرياضي أيا كان، بدنا إجراءات حاسمة، بدنا نشوف عمل منظم استراتيجية واضحة، لأنه ملينا وتعبنا صراحة من الفشل ومن الخسارات. يعني فشل وراء فشل وراء فشل، الموضوع صار متعب لنا نفسيا، وصار عندنا نفور من متابعة منتخباتنا الوطنية. بتمنى أكيد تعطوني رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم هو الحل الأنسب لحتى الفئات العمرية تكون بالشكل الصحيح بالنسبة لكرة القدم السورية. وإن شاء الله أكيد الفترة القادمة نطلع نحكي أكثر بفيديوهات عن كل التفاصيل أكيد اللي شاغلة بالكم كجمهور لكرة القدم السورية. تحياتي، ونلتقي قريبا بإذن الله.